الرياض ننقل لكم ردود أفعال الجماهير الهلالية حول النهائي الكبير الذي جمع الهلال السعودي بأوراوا الياباني. الأعصاب مشدودة هنا بين الجماهير، الكل يعني خائف، ربما الكل يترقب هل سيثأر الهلال من أوراوا الياباني ويحقق هذا المكتسب الكبير. متوترة جدا. إذن هذه ردة الفعل الأولى للجماهير الهلالية بعد الهدف الأول الذي يقرب الهلال من تحقيق اللقب. كيف الأعصاب؟ قوية مرة، تعب مرة، كان أعصاب. مع ذلك أن الهلال كان مستوى أقوى، بس مع ذلك لازم خوف، لأن يمكن يصير منتادة قوية. الحمد لله. ما بغت تجي راح صوتي والله. ألف مبروك. يبارك فيك. وش حاب تقول؟ ألف مبروك للهلالية. ألف مبروك. هلا عمي، ها اليوم الهلال، الهلال دائما الهلال. الحمد لله مكتوبة لنا، الحمد لله. يستاهل الهلال، يستاهل الجمهور الهلالي. مهرجانات الفرح تستمر والهلال يعيد الفرح إلى أرض الوطن. الأمور تمام الحمد لله، مبسوطين كلنا وفرحانين. قاعد تشوف الناس أنت وسط الأهازيج الهلالية وفرحة الهلاليين هنا في بوليفارد الرياض. نقلنا لكم ردود أفعال الجماهير الهلالية بعد فوز الهلال بكأس أبطال آسيا.